يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل، كما قال الله تعالى في مهكب تنزيله بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فاعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فعاذنا الله وإياكم والمسلمين من النار. عباد الله، قال الله تعالى في مهكب تنزيله بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم، وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فكشفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأيضا كما قال الله تعالى: